لجنة الاستغاثات الطبية في مجلس الوزراء، احنا تابعنا على مدار الأيام اللي فاتت مش بس أداء هذه اللجنة، لكن تابعنا قصص كتيرة من نجاحات لجنة الاستغاثات الطبية. استجابت اللجنة لاستغاثة الطفلة فرحة على السوشيال ميديا، واللي فقدت عينيها في حادث وعملت أكتر من عملية، وبقت حاليا محتاجة لطبيب تجميل عشان تقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي. الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية أكد التواصل مع دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ودكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، ومسؤولين ومسؤولي التدخل السريع في اللجنة تواصلوا مع أهل الطفلة اللي اتنقلت بعربية إسعاف من المنوفية. استقبلها في القاهرة دكتور عمرو مبروك رئيس قسم التجميل في مستشفيات جامعة عين شمس، وتم حجزها في قسم التجميل وعمل الفحوصات اللي بتسبق إجراء عملية التجميل. أعتقد أنه إذا كان في خير بيجي من وراء السوشيال ميديا فهو الخير اللي من هذا الشكل، فهو الاستغاثات، فهو إنجاد شخص في ضائقة. والحقيقة مفيش تفاعل أروع من اللي بيحصل عندنا في مصر. إحنا يعني نتكلم عن عيوبنا بكل شجاعة، لكن كمان نتكلم عن مميزاتنا. إحنا عندنا حالة من الشجاعة والتعاطف والتراحم الاجتماعي كده على مواقع التواصل الاجتماعي عظيمة جدا، فبطبيعة الحال أنها تنسحب كمان على صانع القرار، وبتبقى السوشيال ميديا أداة قوية للخير، وده اللي نتمناه دائماً.